حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشيه بعد الصلاه فتشهد واثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد تبعه ابو معاويه وابو اسامه عن هشام عن ابيه عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد تابعه العدني عن سفيان في اما بعد